شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تدعونا نحن البشر جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيوخا وشبابا، إلى انتخاب الخط الثالث في الحياة. ما هو الخط الثالث في الحياة؟ هنالك خط الشر، وهنالك خط العبث، وهنالك خط الخير. كيف تتكون هذه الخطوط في الحياة؟ وما هو الملاك الذي يمكن أن نقول إن هذا العمل عبث، وأن هذا العمل شر، وأن هذا العمل خير؟ ما هو الملاك؟ ما هو المقياس في ذلك؟ الحقيقة هذه الخطوط الثلاثة تتعلق بالغاية الكلية والهدف الكلي. احنا اول يجب ان نعرف ما هو الهدف وما هي الغاية. إذا تمكنا أن نحدد بدقة الهدف والغاية، يمكن أن نعين هذه الخطوط الثلاثة. الشيء الذي لا يضر بالغاية ولا ينفع الغاية هذا عبث، لأن هذا العمل لم يقدم لك شيئا ولم يحرمك شيئا. رصاصة في الظلام، رصاصة طائشة لا تضر ولا تنفع، هذا عبث. الشيء اللي يضر الغاية هذا شر. الشيء الذي ينفع الغاية هذا خير. مثلا واحد رايح إلى بلد من البلاد
لكي ينال الشهادة الجامعية، لكي يتخرج، هذه هي الغاية. إذا قضى وقته بالبطالة، الجلسات الباطلة، اللعب، اللهو، ما ذاكر، ما حضر، هذا الشر، لأن هذا العمل يضر بتلك الغاية. هذا يبقى 3 سنوات 4 سنوات ثم يعود فاشل، هذا أضر بالغاية. الشيء الذي لا ينفع هذه الغاية ولا يضر هذه الغاية هذا عبث. الشيء الذي يخدم هذه الغاية، المذاكرة، المطالعة، الجد، الاجتهاد، هذا خير. ليش خير؟ لأنه خدم ذلك الهدف. إحنا في هذه الدنيا لماذا جئنا؟ إحنا ما جئنا للدنيا، الدنيا ممر. الممر مو غاية. أنت عندما تعبر جسر، هذا الجسر مو هدفك. من غير الصحيح أن تفكر في هذا الجسر كغاية، أنت هدفك ما وراء ذلك الجسر. الدنيا ممر مو مقر، الدنيا وسيلة، الدنيا مو غاية، الغاية هي الفلاح، لعلكم تفلحون. الفلاح هو الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول في حديث يا ابن آدم، هذا الخطاب لكل واحد منا، إني لم أخلقكم لأربح عليكم. الله مو محتاج إلنا، الله مو محتاج إلى صلاتنا وصومنا. صلاتنا وصومنا لا تنفع الله شيئا، وعدم عبادتنا لا يضر الله شيئا. إني لم أخلقكم لأربح عليكم، لأن الغني المطلق لا يحتاج إلى عبيد تافهين، عبيد لا قيمة لهم إلا بمقدار ما أعطاه الله لهم، ولكن لتربحوا علي. الهدف أن تصعدوا، الهدف أن تفوزوا لعلكم تفلحون. الشيء اللي لا يؤثر في الفلاح لعلكم تفلحون هذا عبث. جمع المال عبث. ليش تجمع المال؟ شو تسوي بهذه الأموال؟ ما تنفعك هذه الأموال، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا وقع في تلك الحفيرة. هذه الأموال تنفعه، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هارون الرشيد وليس برشيد، لأنه ما خدم هذه الغاية لعلكم تفلحون. حفر ذلك القبر وأخذ ينظر إلى ذلك القبر ويبكي ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالي، شنو فائدة الدنيا؟ هيش. الآن ما هو انتفاعه من هذه الدنيا؟ هيش، راح، انتهى كل شيء. تلك الجارية أو تلك الزوجة قالت للخليفة، الخليفة قال لها أنه شنو رأيك في هذا البيت والقصر وكذا وأنا ملك شاب؟ قالت له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى. نعم المتاع، ولكن لو هذه اللو لا تحقق لها، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى. ولكن أكو هنالك بقاء للإنسان غير اللا بقاء للإنسان. هذه الأموال إذن عبث، جمع هذه الأموال عبث. التفكير في المقام والجاه والشهرة، وأن فلان شنو يقول عني، وأن فلانة ماذا تقول، هذا عبث.
شنو قيمة الجاه والمقام؟ هذا يرتبط بالفلاح؟ لا. إذن عبث. بناء البيوت، إن لله ملكا ينادي في كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب، له ملك ينادي كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب. هذا البيت عبث، لأنش هذا البيت ينفع الهدف؟ لا. إذن هو عبث. واحد يلتذ بالمال، يلتذ بالبيت، يلتذ بالجاه، لكن هذا البيت اللي ما ينفع هذا الهدف هذا عبث. الطفل ما يلتذ باللعب، الطفل ما يلتذ بهذه الأشياء، احنا ننظر إليها عبث. شنو فائدة هذه الأشياء؟ اللذة مو ملاك، خدمة الهدف هو الملاك. لذلك أحد العلماء يقول: من الحيف واحد يقضي عمره حتى في المباحات، حتى مباح هذا العمر الثمين واحد يقضي في المباحات، هذا حيف، لأن المباح يعني عبث، يعني هيج. لذلك يقول: واحد كل شيء يعمل في هذه الحياة يقصد به وجه الله لله، حتى المباح يقصد به الله، يتحول من عبث إلى خير. عندما تتزوج لا يكون هدفك اللذة كغاية، أكو فرق بين الغاية والفائدة، إن شاء الله في يوم من الأيام أبين الغاية والفائدة. الغاية يعني المحرك، يعني العلة الغائية. الفائدة يعني الشيء اللي يترتب قهرا على العمل، هذا يطلق عليه الفائدة. أنت عندما تصلي هدفك مدح الناس؟ لا، لكن إذا مدحك الناس فليمدحك الناس، هذه فائدة مو غاية، مو محرك، مو علة غائية. الإنسان إذا يتزوج يتزوج لله، هذا الزواج لأن الله أمر بالزواج أتزوج، هذا خير. ليش؟ لأن هذا ينفع الغاية. أنا عندما أشرب الماء أشرب الماء لله، لأن إذا واحد ما يشرب الماء لا يتمكن أن يقوى على عبادة الله، ما يتمكن أن يمشي في حياته، يشرب الماء لله، يأكل لله، يجمع الثروة، ماكو مانع من جمع الثروة، جمع الثروة جيد، ولكن لله، حقيقة لله، ويظهر الأثر في العمل. هذا الجمع هذه الثروة لله خير، لا لله عبث أو شر. العبث ندامه عندما يفتح ذلك الصندوق في يوم القيامة، واحد يشوف كل شيء ما بي فيتأثر، ليش قضيت هذا الوقت هذه اللحظة من عمري بلاش؟ يفتح الصندوق الثاني وإذا بظلام ورائحة خبيثة تخرج من ذلك الصندوق، هذا صندوق الشر. تلك الساعة التي اغتاب فيها مؤمنا نظر فيها إلى امرأة أجنبية، هذه الساعة. وهنالك ساعة، هنالك ساعة يفتح صندوقها وإذا بالنور يتلألأ منها، ما هو هذا الصندوق؟ صندوق الخير، الساعة التي بذلت فيها الخير. شنو الخير؟ الله سبحانه وتعالى تفضل علينا في هذه الحياة ويسر لنا الخير. بالآخرة صعب، بالآخرة بعد لا مجال للخير. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، هناك بعد ما يمكن، ماكو مجال للخير. لكن هنا الخير بين رجلك، كل خطوة فيها خير، كل فرد. هذه الآية فيها عموم أفرادي، فيها عموم أزماني، فيها عموم أحوالي، في كل حالة، في كل وقت،
في كل ظرف الخير أمامك. تروح للبيت تشوف ابنك أو تشوف بنتك، سلم عليها، ماكو داعي للتكبر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسلم على الصبيان، صبي يشوفه يسلم عليه، هذا خير. تشوف طفلك، قبل هذا الطفل. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قبل طفله كتب الله 500 حسنة تقبيل. يوم القيامة في الحديث الأم تجي إلى ابنها: أنا تعبت عليك، أنا سهرت عليك، أنا أمك، أنا إلي حق، اعطيني حسنة واحدة. ما تعطيها، ماكو هناك ونفساه، هناك بعد لا أبو ولا أم ولا زوجة ولا زوج، كل شيء ماكو. اتقبل طفلك 500 حسنة، شلون كرم من الله، شلون نعمة. تعطي لفقير مالا حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. حبة درهم تطي، الله يطيك يوم القيامة 700 درهم، وربما يعطيك 7 ملايين درهم. تبسمك في وجه أخيك صدق. شفت أخوك مغتم، فرج عنه هذا الهم، هذه صدقة وهذه حسنة. ضحكك في وجه أخيك حسنة. إزاحة الأذى عن الطريق حسنة. سبحان الله حسنة. لا إله إلا الله حسنة. حسنة، كل خطوة، كل دقيقة، كل لحظة بإمكانك أن تكتسب خيرا. لذلك حقيقة واحد يقضي هذه الآنات، دقات الساعة، صوت هذه العقارب، صوت الزمن المتلصص، هذا الزمن دا يروح دا يشرد، كل تك يقول أنت تصغر. أكو حديث طريف عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، يقول أكبر ساعة يوم يولد الإنسان، هذا أكبر عمره أكثر. ليش؟ لأن عنده 70 سنة. كل ما يكبر أكثر عمره يقل، لأن الآن إذا واحد عمره 40 عام شنو معناته؟ 40 عام يعني بقال 20 عام إذا يبقى طبعا، يعني هواي ما بقى شيء. فإذا هذا دا يصغر يوما بعد يوم. بعد 40 في كل يوم تموت، كما يقول بعض العلماء، تموت 1000 خلية من خلايا المخ والأعصاب. الذين تجاوزوا 40، أبناء 40 زرع قد دنا حصاده، هذا الزرع اللي معد للحصاد. أبناء 40 زرع، هاي رواية، قد دنا حصاده. كل يوم كما يقول العلماء 1000 خلية من خلايا المخ والأعصاب دا تموت، يعني هذا البدن دا يتحلى دا يروح. فإذا الإنسان يغتنم هذه اللحظات لعمل الخير. المسألة الثانية، الخير لازم واحد يبذل من ذاته. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبذل من ذاته، يعني عندك ماء وجه ابذل. واحد يقول أنا عندي ماء وجه، ما يخالف، خلي يكون عندك ماء وجه، ابذل ماء وجهك لله. المن تحفظ هذا ماء الوجه؟ المن تحفظ؟ أرخص ماء وجهك لأجل الله. هؤلاء اللي يتوسطون في أعمال الخير يشعر أن كرامته قد ضعفت، ما يخالف، لترك كرامتك لكن لأجل الله.
ليحفظ ماء وجه الدين، ولكن لترك كرامتك ما يخالف. هذا العمل صعب علي، فليكن صعب عليك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحد العلماء الله يرحمه كان رجل وخدم حقيقة، نقل لي أحد العلماء يقول أنه شوهد قبل 3 أيام من وفاته وهو يبكي، هواي يبكي، طبعا هواي خدم حقيقة وما أجيب اسمه، خدم التشيع، خدم الأمة، قدم خدمات، ولكن هواي كان يبكي ومتأثر. قالوا له ليش تبكي؟ قال في الواقع أنا ما بذلت ماء وجهي لله. هو هالشكل كان، جمعت الكرامة، يجمع الكرامة، يجمع الشخصية، يصير هو محترم، يصير مهيب عند الناس. أنا جمعت الكرامة وما بذلت ماء وجهي لله، أنا أبكي لهذا العمل. بينما تجد مثلا إذا الشهرية كانت تتأخر، المفروض أن هذا العالم يعطي شهرية للطلبة، خو تجي تكلم واحد أن الشهرية متأخرة، أن المشروع الفلاني يحتاج، هذا واحد يشعر بنوع من الغضاضة، بنوع من الإهانة، يشعر ما كان مستعد. الشهرية خل تتأخر، أنا شعلي، أنا ما عندي منطق، ما عندي منطق، ما أقدر، أنا شعلي. هالشكل كان، هواي عالم مهم كان، هواي خدم، لكن كانت فيه هذه الحالة، كان يبكي أنه ليش أنا ما بذلت ماء وجهي لله. مقابل هذا، النقطة المقابلة، أحد العلماء كانت تأتيه الأموال الطائلة، كان يبذلها جميعا إلى أن يفتقر، ما عنده، يصير فقير. بعدين يجي واحد محتاج، يجي واحد فقير ما عنده فلوس، شنو كان يسوي؟ ما كان يقول ما عندي، كان يروح يقترض ويعطي لهذا الفقير، يعطي لهذا المشروع، يعطي لهذا اللي يريد يتزوج. يقولوا له ليش شيخنا شيخ كان، ليش؟ كان يقول في الواقع انت خب ما عندك القدرة، إذا واحد ما عنده، الفقهاء يقولون القدرة من الشرائط العامة للتكليف، أخذ ما وهب، سقط ما وجب. إذا واحد ما عنده قدرة ما أقدر، قوة يعني ما أقدر، ولكن كان يقول أنا فلوس ما عندي، ولكن عندي ما يوجه. هذا الفقير ما عنده ما يوجه، إذا هو يروح يتداين ما يطول دين، إذا يروح هو يأخذ ما يطول، لكن أنا عندي ما يوجه، أبذل ما أوجه لهذا الفقير أو لهذا المشروع. لاحظوا هذا ولاحظوا ذاك، هذا الموقف وذلك الموقف، واحد يبذل من ذاته، يضغط على ذاته لأجل الخير، لأنه بعدين كل شيء ينتهي بلحظة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والتفت الساق بالساق، وفي الآية التي قبلها: وقيل من راق، يعني الأقرباء يقعدون حوله، الأصدقاء يقعدون حوله، يا طبيب هذا الطبيب، ذاك الطبيب، ذاك الطبيب، ما يفي. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، حقيقة هذا كان نموذج عجيب من العلماء، وكان يساهم في أعمال الخير في مختلف الظروف، في أصعب الظروف. في يوم من الأيام قتلوا ابنه في صلاة الجماعة، كان عنده ابن، وابن هواي كان محترم وكان مؤثر وكان عالم فاضل، كان في حالة الركوع اجى واحد بيده خنجر او سيف او كذا وطعنه وسقط ونزفت الدماء منه الى ان مات.
طبعا هو السيد عفى عن القاتل، قال اعفوا عنا، تركوه. حقيقة روحيات عجيبة كانت عنده. المهم الابن مثل هذا الابن إذا يقتل، إذا واحد سقط يسقط منه، تشوفون الأم إلى شهر إلى أكثر من ذلك أي حالة عندها. بعض يصابون بحالة ذهول، فكيف بابن كبير في هذا المقام؟ فهو كان متأثر، وفي تشيع الجنازة الأب والناس دا يمشون. في هذه الأثناء الناس شافوا السيد دا ينحرف في مشيه، يعني هالشكل دا يمشي شوية شوية، أخذ يتياسر أو يتيامن هالشكل، طلع إلى أن طلع من الصفوف. عجيب، راح ثم بعد مدة أخذ شوية شوية يدخل وعاد إلى موضعه الأول. الناس تعجبوا أنه شنو هذا، ما الذي فعل؟ بعدين بعض الخواص سألوا أنه شنو كان هذا العمل منك، هذا عمل ملفت كان للنظر. قال في الواقع، ألحوا علي، قال في الواقع كان واحد جاءني قبل يوم أو يومين وقال أنه زوجتي في حالة ولادة، يعني قرب الولادة، وأنا ما عندي شيء، أنا محتاج، ما عندي شيء، ما عندي شيء، يعني زوجته تموت في حالة الولادة ربما، وأنا ما كان عندي ذاك الوقت. قلت له مثلا يوم الاثنين تعال، أنا في أثناء التشيع يوم الاثنين هذا جاي، لكن يشوف يروح يم السيد وداي شيء عبنا ما يصير، فواقف هناك يخجل، يقول أنا شفته والفلوس مخليه في جيبه، يقول أنا طلعت وصافحته، كان يخلي ظروف صغيرة في جيبه حتى واحد لا يشوف، يصافح ويضع المال الصغير يعني من ناحية الحجم في يد ذلك الطرف، صافحته خليت المال في إيده ثم عدت. شوفوا لاحظوا هذه العظمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الشخص في هذه الدنيا، مع أنه طالب فقير لا يعرفه أحد، الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه هذا الخير الكثير في كل مكان. وحقيقة من أعمدة نهضة أهل البيت، خط أهل البيت في القرن الأخير هو هذا السيد، هذا التوجه في تلك اللحظات. الإنسان يجب عليه أن تكون له طبيعة خيرة، طبيعة طيبة، يدخل في كل عمل خير. الله سبحانه وتعالى يدخر له هذه الخيرات، يعطيه عزة في الدنيا ويعطيه صيانة في الدنيا، لأن أعمال الخير تدفع كما في الحديث 90 نوعا من أنواع ميتة السوء. ميتة السوء يعني واحد يغرق بالبحر الأسماك تاكله، ولا يعثر إلا على هيكله العظمي، أو لا يعثر على ذلك، هذه ميتة سوء. ميتة سوء يعني والعياذ بالله الطباخ يشتعل واحد يحترق إلى أن يموت، هذه ميتة سوء. ميتة سوء واحد نقل لي قبل أيام أنه رجل أصيب بدنه بالدود، يعرفه ذلك الرجل، الدود هو حي يشوف الدود في لحمه، ودوا إلى المستشفى، أهله شردوا منه لأنه يقولون هذا المرض خطير، وعالجوا ما فاد العلاج، بعدين مات في المستشفى فألقوه في الشارع، وأهله ما استعدوا أنه يجون ويحملون جنازته خوفا من هاي ميتة سوء. ميتة سوء واحد نقل لي قبل أيام يقول شفت واحد إجاني ساد رقبته يريد يتكلم صوته مو مسموع، قلت له شبيك صديقنا كان، يقول ففتح هذا الشيء شفت أنه بقدر أسفل الاستكان ثقبوا هذه المنطقة لمرض فيه ما يقدر يتكلم، ويقولون أن هذا المرض لا يعيش معه الإنسان، يعيش أيام قليلة ثم يموت.
عمل الخير يعطي للإنسان عزة في الدنيا، يدفع عن الإنسان آفات الدنيا، والأهم من ذلك لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي